أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة المؤمنون، سوف أفسر إن شاء الله تعالى سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام أساس القرآن، وسماها أم القرآن، وسماها فاتحة الكتاب، ولها عشر أسماء، وقد جمع القرآن في الفاتحة. أيها الإخوة الكرام، سورة البقرة من أطول سور القرآن الكريم، سميت هذه السورة بسورة البقرة تأكيداً على الإيمان باليوم الآخر، وأن الناس جميعاً سيحاسبون حساباً دقيقاً جداً، ومن حاسب نفسه في الدنيا حساباً عسيراً كان حسابه يوم القيامة يسيراً. إذاً العبرة باليوم الآخر. الشيء الثاني، أن الذي يحيا حياة مستقيمة ينبغي ألا يقلق على أولاده من بعده، لأن الله عز وجل هو الذي سيحفظ له أولاده من بعده، يعني عليك أن تستقيم وانتهى الأمر. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. النقطة الثالثة هي أن هذه السورة مدنية، والسور المدنية فيها تشريعات، والتشريع مكانه الطبيعي بعد معرفة المشرع، الأمر مكانه الطبيعي بعد معرفة الآمر. فإذا عرفنا الآمر وعرفنا الأمر تكاملنا. ولا تنسى أن الله سبحانه وتعالى جعل التشريع نصف الدين تماماً. والنقطة الرابعة في سورة البقرة أن كل قصص بني إسرائيل بأمراضهم وتقصيرهم وانحرافاتهم تنطبق علينا. هؤلاء الذين نسوا حظاً مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. معنى ذلك، متى تكون بيننا العداوة والبغضاء؟ إذا نسينا حظاً مما ذكرنا به. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى